ظهر لك في بعض البلايص اللي كيمنعوا البنت انها تعوم في البيسين بالحجاب؟ للاسف واحد الحاجه اللي انا تعرضت ليها، كنت في مازال كنعقل في واحد الهوتيل في مراكش، وجيت لابسه البوركيني ديالي باش نعوم، حبسوني قالوا لي لا ما ممنوع تعومي بالبوركيني. دونك ما عجبنيش الحال وخديت موقف، وفي الصيف كنفضل انني نمشي نعوم في البحر. واش درتي؟ ما درت شي حاجه، ما دخلتش نعوم. ما عمتيش؟ لا ماشي، دابا هو قديم، دابا شي 5 سنين ولا هذا. ولكن انتي معروف عليك انك بطاله في السباحه، كتعومي مزيان. لا هما كانوا كونتر انه تدخلي باللباس ديالك. نعم. زعما تدخلي بالبوركيني. ومالوغوزمون حتى هذا العام بزاف ديال الناس تشكاو في لي ريزو سوسيو من دي بيسين معروفين. مي كتعومي في الصيف؟ انتي كتمشي للبحر؟ كنمشي للبحر، كنمشي للبحر، كنعوم في البحر. مي بيسين ما كتلقاش راحتك، فهمتيني؟ كيقولوا لك لا ما تدخلش ببوركيني، ولا كيقول لك لا ما تدخلش بهذا، لبس هما كيفرضوا عليك اللباس اللي تدخل به. دونك انت تقلقتي بزاف؟ خديت موقف. دونك علاش رحنا في بلد اسلامي؟ يعني علاش البنت البيسين كما البحر راه مفتوح للجميع، حتى البيسين كاينه بنت لا تكون شهوتها انها تعوم في بيسين. ولكن هادشي كان غير في شي اوتيلات، ماشي في كلشي. ما معمينش؟ لا ماشي في اوتيلات، راه كاينين ما في دي بيسين. حيت انا فاش كنت هضرت على الموضوع في هذا في انستغرام، وصلوني قصص ديال البنات اللي حبسوهم دي بيسين، يعني بيسين ديال العمان، ماشي اللي في اوتيل. قلتي في واحد التصريح صحفي بان حتى البنات كيعيقوا بزاف في اللباس ديالهم. وي قلتها في واحد الانترفيو العام اللي فات، وبدلت الفكره ديالي، بدلت الفكره ديالي، وكنقول انه لا، كل واحد حريته، كل وحده تلبس اللي بغات، ومن حق اي واحد يحترمها. بيان سور حتى هي غادي تحترم الطرف الاخر، يعني كل وحده حره في راسها، اللي بغات دير الحجاب ديرو، اللي ما بغاتش تخرج لابسه مزير لابسه قصير، كل وحده. انت اقتنعتي بان التصريح ديالك كان غلط؟ نعم كان غلط، كانت فكره غلطه عادي، راه كنا كنبدلو. شنو قلتي بالضبط؟ والله ما قلت، ما قلتش، قلت شي حاجه في هذا الكونتكست اللي قلتي انت. واش غلط ان غير في الصياغه او لا انت قصدتيه؟ لا انا كنت قاصده، باش ما تخباوش وراء الكلمات، كنت قاصده ولكن بدلت الفكره ديالي. انت بطبيعه الحال مربي واحد المش اللي تقولش تهضر على ليو. مال ليو؟ ما عندوش حق نهضر عليه. لا هضر عليه. مالو مسكين؟ ما مالوش مسكين، ما مالوش. ما فهمتش انا، ما بالك غير ليو قابله مش تيويه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل مره كتهضري عليه، واش ما عندكش انت راجل اللي يشدك؟ دابا دير راسك في ليو. شفتي ليو؟ ليو زوين، اي حيوان زوين، تربي حيوان اليف. ليو راه عنده المعجبين، الناس كيصيفطوا لي ميساج في انستغرام كيقولوا احنا متبعين على داك القتل اللي عندك. ما متبعينكش انت؟ ما كيقول لهم متبعينكش انت، متبعي ليو. وهذا ليو في راسو؟ لا ما عنده انستغرام ديالو ولا مشارك انت وياه فيه؟ طلبوني باش ندير لي انستغرام ديالو وما قديتش الصراحه، يلاه نجيري لو كونت ديالي. لا بقى لينا حنا ليو. غير زوين والله الا انت. ما عمرني شفت شي وحده مربيه مش في الانستغرام وفي الدار، حيت بعض المرات ما كتكونيش انت كيكون هو. شنو قصة ليو؟ ليو واحد القطيط اللي لقيته في الزنقة. ها؟ كانت ماما ولدات وواقيلا طرات لها شي حاجة وبقى في الزنقة. قطيطة يعني ولداتو. وكان مازال صغير، جوبونس مازال عنده سيمانة. وكانت الشتا. وجبناه للدار غير باش نعطيوه الحليب. هذا ليو؟ هذا ليو، جبناه غير باش نعطيوه الحليب ما بين ما نلقاو. يكبر ويدي. صافي من بعد لقينا راسنا، صافي قررنا أننا نربيوه. وربيناه مسكين. ودابا مازال عايش معنا. فرحان هو؟ فرحان. نعم. بعض المرات كتبكي كاع على ليو؟ فاش كيمرض كنبكي. مسكين. دابا تقدر تضحك عليا، ولكن فاش كتكون مربي حيوان اليف راه كتولفو، يعني كيكون معاك ديما وكيحس بيك وهذا، دونك راه فاش كتشوفو معذب وكيمريض راه غادي تبكي عليه. نعم نعم. اخر مره بكيتي عليه امتى؟ غير في الصيف. هاد الصيف هذا؟ غير في الصيف. شنو كان وقع له؟ كنت انا مسافره وكان مرض. قنب؟ نونو كان مرض، كان مرض مرضه خايبه، كان مام كيرد الدم، المهم مرضه خايبه بزاف، وتزاد عليه الحال بزاف، وكان بين الحياه والموت. وصافي، وانا ما قديتش نصبر. لقيتو الكلينيك؟ دينا الفيتامينات. لقيتو الكلينيك؟ كاين الكلينيك بعدا؟
فيتيرينير. ما شديتو لا صف لا والو؟ لا الفيتيرينير ديالو ديما كيمشي عنده وصافي، عنده الوريقات ديالو، عنده كلشي، عنده الكارني ديالو، عنده وريقاتو، عنده كلشي، وبكيت عليه. مي دابا الحمد لله، دابا ولا دابا شويه هو مزيان. لا دابا شويه الحمد لله. فاش كيقرا دابا؟ لا مازال ما بدا كيقرا.